والله ما نحن إلا خلق من خلقه ضعفاء. دخل الإمام ابن سيرين إلى أحد المساجد يقول: فوجدت شابا عمره لا يتجاوز 10 سنوات. لو تأملنا في حال شبابنا اليوم إلا من رحم الله. يقول: عمره لا يتجاوز 10 سنوات واقفا يصلي وكأنه جذع نخلة من شدة خشوعه. يقول: لما انتهى من صلاته ناديته: يا غلام أقبل، ابن من أنت؟ قال: أنا ولد يتيم ليس لي أب ولا أم. قال: أترضى إمام من أئمة المسلمين، قال: أترضى أن أكون لك أب وأن أقوم بشؤونك؟ قال: أوافق. تأملوا، 10 سنوات ويتيم، قال: أوافق ولكن ب5 شروط. يا الله، فتعجب الإمام. قال: وما هي شروط؟ قال: شرطي الأول، هل ستطعمني إذا جعت؟ قال: أطعمك حتى تشبع. قال: شرطي الثاني، هل ستسقيني إذا عطشت؟ قال: أسقيك حتى ترتوي. قال: شرطي الثالث، هل ستكسيني إذا عريت؟ قال: أكسيك بأجمل الثياب. قال: شرطي الرابع، هل ستشفيني إذا مرضت؟ قال: أما المرض أقدم لك الدواء والعلاج والله يتولى شفاك. قال: شرط الخامس، هل ستحييني إذا مت؟ قال: أما هذه فلا، لأن الحياة والممات بيد الله سبحانه وتعالى. فتأملوا ماذا قال هذا الصبي. قال: يا رجل، يا هذا، ما دمت لا تستطيع أن تشفيني إذا مرضت وأن تحييني إذا مت، إذن اتركني. قال: ولمن أتركه؟ قال: اتركني للذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فقال الإمام: لا إله إلا الله، توكل على الله، فكفاه الله سبحانه وتعالى.